من عمان تنضم إلينا مراسلة الغد دامة الكردي. دامة، ضعينا في مستجدات جهود مواجهة جائحة كورونا في الأردن. هبة، بالفعل على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن في الفترة الأخيرة وبدء الموجة الثانية، إلا أن الأردن أتم استعداداته لفتح المطار. اليوم ستصل أول رحلة الساعة 7:15 بتوقيت الأردن، 5:15 بتوقيت غرينتش. هذه الرحلة ستضم مجموعة من الأردنيين القادمين من اسطنبول. الرحلات تم تصنيفها بحسب الدول الخضراء والصفراء والحمراء. تم التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيستقبل الأردن خلال يومين قادمين رحلات قادمة من الإمارات. التصنيف تم بناء على الوضع الوبائي للدول. تم تخصيص مبنى خاص للقادمين من الدول الخضراء، والتي ستقتصر فيها الإجراءات على الحصول على فحص PCR قبل القدوم إلى الأردن ب72 ساعة، وإجراء فحص آخر في المطار سينتظر فيه القادمون إلى حين خروج النتائج. إذا كانت سلبية سيغادرون إلى منازلهم دون أي حجر. أما القادمين من الدول الصفراء والحمراء سيتم حجرهم حجر مؤسسي أسبوع وأسبوع آخر منزلي. القادمين من الدول الحمراء سيرتدون الإسوارة الإلكترونية لمدة أسبوع في الحجر المنزلي. استعدادات باتت واضحة، تركيب ماسحات حرارية، تجهيز المختبر التي سيجري الفحوصات، بالإضافة إلى غرفة للانتظار أو قاعة للانتظار للقادمين حتى خروج النتائج. أيضا تم تجهيز مناطق ختم الجوازات. التعامل ما بين المسافرين والموظفين سيكون في أقل الحدود. الاستعدادات بدت واضحة وجاهزة ضمن المعايير الصحية. سيتم مراجعة الإجراءات وبحسب توجيهات الملك عبد الله الثاني لضمان سلامة المسافرين. سيتم مراجعة أيضا الدول كل 14 يوما لتصنيفها بحسب الوضع الوبائي، وبالتالي سيكون هناك قوائم جديدة. الأردن يستعد لفتح المطار، وذلك بعد الاستعدادات التامة من أجل عودة الأردنيين. العودة ستكون من خلال الحجز على منصة فيزيت جوردن، لضمان عدم دخول أيضا مسافرين قادمين من دول الشنغن من دول حمراء، ولكن قد يأتون من دول خضراء. سيتم الإفصاح عن كافة المعلومات ضمن هذه المنصة. أي تزوير في هذه المعلومات سيكون هناك دفع غرامة 10,000 دينار، أي ما يعادل 14,000 دولار. يجب أن يكون القادمين من الدول الخضراء قد أمضوا 14 يوما في تلك الدول قبل الحضور إلى الأردن، لضمان عدم إصابتهم بالفيروس وعدم تسلل الفيروس من خلال القادمين من الخارج. مفهوم. شكرا جزيلا لك مراسلة الغد دامة الكردي، كنت معنا من عمان.